الرجاء البيضاوي قدم واحد العرض واحد الاداء واحد النتيجه كنا كنطمحوا تكون نتيجه ثقيله ولكن الحمد لله نتيجه الفوز. حنا راضين على الاداء. فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، فريق عنده القاب، عنده تاريخ كيشفع عليه. الحمد لله غادي يمشيو بعيد في هاد الالقاب. كنتمنوا من اللاعبين في الاسبوع القادم يكونوا على قدر كبير من المسؤوليه باش يمشيو بعيد في دوري ابطال افريقيا ويمشيو للنصف النهائي. حنا تايقين في اللاعبين ديالنا باش يتاهلوا بملعب صعب، ملعب تي بي مازيمبي اللي كيشهدوا لي الناس انه الداخل مفقود والخارج مولود، ولكن حنا عندنا ثقه في اللاعبين ديالنا باش نمشيو بعيد ونتاهلوا والقادم اجمل مع فريق الرجاء البيضاوي. وديما ديما رجاء رغم لعنه الاصابات، يعني اللي تابع فريق الرجاء في كل مقابله كان من الافضل لو تسجلوا اكثر من الاهداف، يعني مينيموم كان يتسجلوا ثلاثه الاهداف، ولكن حتى جوج الاهداف مزيانين ان شاء الله في الروتور غادي نحسموها تما ان شاء الله في الكونغو. حد موفق فريق الرجاء البيضاوي. الرحمن الرحيم، فوز مستحق لفريق الرجاء البيضاوي. كما شفتوا اللعب اللي قاموا به اللعابه كاملين بدون استثناء، والخطه اللي دخل بها جمال السلامي راه خطه ديال الفوز. راه غير هنا ما بغاوش، كنا مازال طامحين في الهدف الثالث، ولكن باقي غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في الروتور. واخا حتى هو فريق عنيد وفريق كبير، انا ماشي بسهل باش تربح هذا الفريق هذا واخا في الميدان ديالك، ولكن حنا مازال غنقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في لومبوتشي، وان شاء الله فوز مستحق لفريق الرجاء البيضاوي في الروتور، وغنكونوا ان شاء الله غنكونوا في نصف النهايه، وان شاء الله لمانا غنكونوا في النهايه. كان زوين هذا الماتش، كان زوين، وكنتمنى باللي الرجاء الرياضي تربح في الماتش الجاي. انا الرجاء، حيت حنايا الرجاء الرياضي. قول لي كتربح زاهيه هانيه زاهيه زاهيه زر هانيه كنشوفك هادي الدنيا. الحمد لله ربح مهم بزاف، باقي الروتور، ولكن ان شاء الله تيقي في السلامه وفي اللعابه. كان ماتش ديال الاعصاب، ولكن الدراري كانوا قدها، ونجم المقابله اليوم هو الجمهور هذا اللي دار ستريس ودار الضغط على اللعابه ديال تي بي مازيمبي، والحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله ندوزوا ان شاء الله ان شاء الله. وديما ديما 70 دقيقه الاولى ما كناش في التيران، 70 دقيقه الاولى حتى دخل احداد وتخرب الماتش، وش بيوش صراحه شفرناه بهذا اللعب. راه ما كانش شي محاولات الهجوم من البدايه ديال الماتش، ولكن الحمد لله الجزيره نتيجه مطمئنه ان شاء الله في الروشور. نحاولوا نماركيو برا، الراجا كتعب مزيان برا، ان شاء الله حنا شي عف الدوري غادي ماركيو برا ان شاء الله. كيفو الشيء كم الشيء، راه كنظن حتى شي واحد ما غايقول خايب ولا شي حاجه. صوره غنيه عن التعب. صافي وديما رجاء، ديما رجاء، شوف ديما رجاء، بلا ما نقدروا بزاف ديما رجاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.